الرجل مش كلمة، رجل صفة بتنعطى لكل رجل عارف معناها وعارف يعيش على أساسها. رح توافقوني لما تتعرفوا على الرجل بيور تمام. From good to great، سيد سليم الزير، رجل بنى أمبراطورية فنادق ونقلها من الجيد إلى العظيم. نسمع شو رح يخبرنا عن نجاحه. دانيال غريغ، نجم 007، أناقة خلقت مع اسمه وما في مجال للغلط بالإيمج مع إيدن بارك. أم في أغوستا دراجة إلى هيبتها بالشكل، منشوف رجال with their passion for bikes بمشوار عصنين لنشوف هيبتها على الطريق. بومن ديكودد رح منحل ألغاز شخصية المرأة من خلال التاتوز اللي على جسمها. ننهي حلقتنا بسفرة على كوخشوفيل ومغامرة على سكيدو ما بتنتسى. بالنسبة لإلي I am the man، هذا شرف كتير لإلي إنكم عم تقدروني بهالطريقة، بس ما بعرف إذا أنا بستاهل هالتايتل. بس على كل الأحوال إذا شيء ما بيتعلق فيي أنا، الشخص بيقولوا له يا أردمان هو الشخص يلي بيحقق أحلامه ويلي بيخلي أثر بهالدنيا، يعني مش إنه بس يعني بيعمل أشياء يلي هي نجاحات وإلى آخره، بس بيخلي شيء، بيخلي ذكر. From good to great يعني هي نقلة كتير كبيرة. حتى واحد يكون ناجح بالحياة بده يكون good، بس حتى يصير great في أمور تتطلب أكتر بكتير. يعني هي هالشعرة يلي بتفصل بين الشخص المميز أو المؤسس المميز جدا وبين الناجح. فينتقل واحد من good to great، أول شيء لازم يكون عنده فريق عمل that is great. شخص لحاله مش ممكن يوصل لأي شيء. بعدين الشغلة الأهم من هيدي كلها بده يكون الفكرة تبعه great وداخل بمجال صعب ومش كل العالم شايفته، لأنه إذا سهل كل العالم بتفوت فيه ببطل عنده أي advantage أو opportunity أكتر. حتى يصير عنده أمبراطورية الواحد بده يكون أول شيء هو شخص كمان مرة رؤية يعني بيشوف لبعيد كتير. بده يكون شخص بحب المخاطرة، لأنه أي بزنس حتى تنجح حتى يكون مميز بده يكون هو شايفه أكتر من غيره، فيها ريسك، element of risk لازم يكون موجود. لازم يكون عنيد مثابر، يعني أول عقبة بيوقف بده يرجع يوقف ويرجع يقلب. بده يكون عنده معرفة بالشغل اللي عم يعملها وعنده ثقة بنفسه، leadership، مجموعة العمل تبعه بده يكون هو المثل لإلهم بالشغل، مثل لإلهم بالأخلاق. عدد السنين أكيد كتير مهمة، بس المهم إنه هالشخص يكون عم ياخد خبرة إيجابية، لأن في كتير ناس بيقول لك أنا عندي خبرة 30 سنة بس شو علق عليك؟ أنا ابتديت الشركة مع صديق هو رئيس مجلس إدارة الشركة اسمه ناصر نوي، اتفقنا إنه نحن بدنا نعمل 10 أوتيلات بس ونكون هالعشر أوتيلات مميزين جدا، نعطيهم انتباهنا كله، داخلين بالتفاصيل حتى نكون مميزين. لما وصلنا على 7-8 صار يجينا عروض أكثر، قلنا بنطلع من العشرة لل 25، من ال 25 قلنا بنوصل لل 50 وخلاص. وصلنا على ال 50 صرنا حطينا هدف 100، هلا وصلنا على الهدف ال 100، الأمبيشن ما لها حدود عند الإنسان. هلا أكيد في ناس بتنجح. يلي بياخد وظيفة بالوراثة في ناس بتنجح، بس هيدي أقلية، لأنه واحد بالوراثة ما بكون عنده نفس الباشن الحافز حتى يوصل. تاني شغلة العلم والخبرة بالحياة ما بيقدر يكتسبها الواحد من بيو، بياخد شيء من بيو أكيد، بياخد شيء من عائلته من مجتمعه، بس ما بيقدر يتعلم كل شيء منه. أنا بحب أعلمهم للأولاد يكونوا صادقين مهنيين بكل شيء بيعملوا، فوتوا للآخر فيه بالتفاصيل حتى يقدروا ينجحوا بحياتهم. ضروري جدا الصدق، أهم عنصر لنجاح الإنسان. ثقة الناس فيه هي صدق، إذا ما في ثقة ما حدا بيقدر ينجح، لأنه أكبر كونترا بالعالم 10,000 صفحة بينخرق بدقيقة، بس واحد لما يكون صادق خلص كلمته لازم تكون منزلة بالنسبة للشخص اللي عم يشتغل معه.
هلا كل انسان بوظيفه معينه، كل وظيفه عنده ديجري اوف باور، كل ما عليه مركزه كل ما صار عنده باور اكثر، وكل ما صار مجالات الغلط اكثر او مجالات استغلال الباور اكثر. يلي ما عنده شخصيه قويه وديسيبلين انه ما يستعمل الباور تبعه الا بالمحل الصح ما بينجح. المصاري ممكن تنزع، والمصاري اذا استعملت مزبوط ممكن تكون شيء ايجابي كثير لبناء مؤسسات، لبناء مجتمع صالح. في باور بدون ماني، وفي ماني بدون باور. ما بعرف اذا كان هدول بيمشوا مع بعضهم، بس انا شخصيا بقول اذا عندي الباور بقدر اعمل مصاري. انا بفضل الباور، لانه في كثير ناس معها مصاري وما عندها اي حضور بالمجتمع، او ما عم تلعب الدور المزبوط. opportunities بتجي لعند كل واحد، كل انسان بيجي opportunities، بس هو واحد بده يقدر يشوفها قبل غيره ويقدر هالopportunity يطورها ويشتغل عليها وتكون هي هدفه للنجاح. هلا طبعا في opportunities بتجي لعند كل الناس، وفي كتير يعني بالعالم اليوم ناس بتشوف opportunity عند مؤسسة، عند شخص، وبتقول انا بدي اعمل مثله. هل هي منافسة؟ إذا كانت منافسة أنا بحب كثير المنافسة، وبدون منافسة ما حدا بيوصل لشيء مهم. المنافسة كثير مهمة لتحسين أداء المؤسسة. إذا ما في منافسة ما في شك الإنسان بصير في خمول، بس المنافسة بدها تكون شريفة، وفي منافسة صادقة وشريفة مثل أولمبيكس بالسبور. اثنين أصحاب إخوة لعبوا ضد بعضهم بالفاينل تبع التنس، وفي وحده ربحت وحده خسرت، بس بعضهم اخوه. في فاليوز واحد بيقدر يكوع عنا شويه، بس في فاليوز ساكرت يعني خط احمر. 90% من الفاليوز لا تتغير. الفاليو ما بصيح عنا الصدق، الكرامه. يعني انا ما بهمني انجح اذا كرامتي بدها تكون مجروحه. النجاح مش مصاري، والنجاح في ثمن واحد لازم يعرف انه بده يدفعه، بس في حدود معينه. الشخص الناجح بيكون او مفروض يكون متواضع جدا، لانه نجاحه مبدئيا ظاهر. يلي بيصير اروغنت لانه مفتكر حاله ناجح، وبده العالم تقول هيدي الاروغنس معناتها هيدا ناجح، لانه حتى يكون اروغنت. هو انا بقول العكس، الانسان الناجح هو الانسان المتواضع. أنا عندي هوايات كتير. أول شيء رياضة، كل يوم عندي فترة معينة مهما كانت انشغالاتي لازم، هذا انفستمنت بصحته الواحد. تاني شيء بحب الزراعة كتير، بعمل بيض، بعمل عرق، بعمل زيتون، بعمل زيت، بعمل دبس. هلا بحب السفر، بحب العيلة، بحب الأولاد، أولاد ولادي بعبدهم عبادي. من الأشياء يلي بقول لهم للشباب أكثر شيء، للنجاح بده يكون عندك صبر. رحاب الصدر انه اول 4-5 سنين من تخرج التلميذ اصعب شيء بحياته، ما عنده الخبره الكافيه حتى يطلع. وما في شك انه المؤسسات ما عم بتقدر هالتلميذ، يعني يكون كمان حاطط هدف قدامه وماشي بيتفركش بيوقع، بس بعده الهدف قدامه، ما يضيع الهدف تبعه، ياخد ريسك. الريسك كتير مهم بالحياة، بس الريسك بالبزنس بده يكون محسوب. التقييم كل شخص لازم يقوم فيه شخص تاني، مش هو يقيم نفسه. بس ما في شك انه واحد بينه وبين نفسه بيسأل حاله أوقات حتى يقدر يصلح، حتى يقدر يعمل تقييم. أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، معناتها أنه أي شيء، أي مشروع، أي شغلة لازم تقوم فيها، قوم فيها لو كان عمرك 90 سنة أو 95 سنة، لأنه هيدا أرث بضل لأولادك، لعائلتك، للمجتمع، للدولة، لمين ما كان. وأعمل لآخرتك كأنها تنتهي غدا، يعني مين بيعرف بكرة شو مخبيله. يعني أي شغلة فيك تعملها اليوم، أي موضوع خيري، أي موضوع إنساني، أي موضوع يتعلق بالشغلك، بمسؤولياتك، اعمله اليوم اذا بتقدر اليوم، لانه يمكن بكره ما تقوم. انا هيك
مش بس عم بعطيكم نظريات ومش مش مش تكست بوك، يعني مش كتاب انا عم بكتبه انه كيف تكون ناجح وكيف تكون انسان مميز.